اغرق غيري. فشفت شفت دورت فدورت دورت فتركتها صراحة. المال يعوض ربي، لكن سمعتك ما تتعوض. فوزنت فتركتها لله. ثم الحمد لله من مزايا 30 مليون انا في الحقيقة ما خسرت. فاكتشفت ما هو التسويق الشبكي، واكتشفت الايجابيات والسلبيات. والسلبيات هي في الحقيقة ما تعتبر 30 مليون اليوم قيمة الفائدة، قيمة تلك الفائدة اللي حصلت عليها من الشركة. 30 مليون جزائري يعني كم دولار؟ 2000 دولار. نعم. الاشتراك؟ لا لا، تشترك ويشترط عليك تشتري سلعة بضاعة منتج. مع المنتج. نعم. من شان تحصل على العضوية. وفيها نظام يعني فيها كأنه تحايل. كيف؟ نعم. دامت الموضوع عبد الرحمن واحد يذكر نعمة الله على الشركة. كيف تعرفت على الشبكة سابقا؟ عندما شفت فأخذت أبحث عن شركة أخرى. قلت ما دام فيه يوجد شركة تسويقية أخرى كثيرة وغيرها، فبحثت أبحث أبحث أبحث. ففي الحقيقة وجدت الأخ جمال المسعدي من خلال اليوتيوب، فعجبني وشه منور هاك يحكي في فيديو في السنغال على ما أظن، على ما أظن في السنغال. على وجهك. فكان فيديو في السنغال أكيد. كينيا. كينيا كينيا كينيا. فالحمد لله يعني تابعت فيديوهات، وكان عندي فرصة نوع من الحمد لله يعني لما أشوف عندي تمييز من الله يعني الحمد لله. فاقتنحت بالشركة، لكن دورت أدخل جزائري. فيه ما فيه جزائريين قبل عام ونصف يعني، ما فيه جزائريين. كيف أصل؟ كيف في ديكسن؟ ما فيه. شفت ضيع يعني شفت روحي أضيع وقت كثير فتركتها. نعم نعم. فقلت أنا أنتظر لما تدخل يعني فرع شركة في الجزائر. فمكثت حوالي تقريب سنة، واحتجت ظروف يعني العمل، التجارة نزلت قليلا يعني عندنا أزمة. فقلت نرجع نشوف ديكسن ممكن رب دخل. فدخلت إلى اليوتيوب مرة أخرى، فوجدت لوجه البشوش يعني الأخ مفتاح. يعني فلما وجدت يتكلم فطرب يعني قلبي له جزائري، فأنا نفهم عن بعضنا بعض جيدا. فحلت المشكلة صراحة، عرفت أني خلاص، لأني كان عندي اطلاع للشركة من قبل. فلما رأيت الأخ مفتاح اتصلت به، قال لي مش مشكلة. رحت ليه على المكتب فأعطاني ما كنت أحتاج إلا بعض النقاط فقط. أنت كان الأمر واضح الحمد لله، من خلال تتبع الفيديوهات تاعك والشيخ الدوسري كذلك. ما أنسى اثنين اللي تابعتكم. إذا أنت بدك لك قصة من بسيطة. تعمل لك قناة وتبدأ من الآن إن شاء الله. إن شاء الله. والأشياء اللي وجدتها إيجابية بالنسبة للشركة في ديكسن، اللي هي سلبيات الشركة الأخرى، التسجيل مجانا يعني. فعلى الصراحة هذه الأولى، تسجيل مجانا يعني خاصة الجزائريين مجانا، ما خاسر والو. صح خط فائدة، ما صح ما خاسر شيء. هذه النقطة الثانية. النقطة الثانية أنها ممكن تعمل فيها وراثي، تتوفى هذه شيء، هذه أقدار الله، دخل يورث يعني، زي الإنسان اللي عامل عند الشركات الأخرى فيه تقاعد. وهنا ربما هذه أحسن من التقاعد، لأن هذا فيه ازدياد والآخر يعني. وإن تترك أولادك أغنياء خير. أن صح. النقطة الثانية اللي بحث فيها أهمتني هي عالمية، يعني ممكن تسافر إلى دولة أخرى وتكمل مشوار العمل من هناك. ممكن أنت من بلدك وتسجل ناس أعضاء من أي دولة أخرى، أنت تصير عضو عالمي إن شاء الله. يعني فهي مفتاحة، وما تشترط يعني، ما تشترط يعني شهادة، ما تشترط لغة، ما تشترط يعني حرية تامة. فهذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن منتجات الشركة هي مصنعة لها، يعني هي غير
يعني محتاجة لشركة أخرى مثل الشركة الأخرى تعلمت فيها أنها هي مش صاحبة تصنيع تلك المواد، فهي تستورد وتشتري مواد وسيط. نعم وسيط. احنا مش منتبهين هذا النقطة. جزاك الله خير. يعني في شركات عدد كبير بس ناس هي أصلا تأخذ منتج حق من المكان الآخر وتقوم تسوق بهذه الطريقة. فالمشكلة اللي عانيناها في الشركة الأخرى كانت لها منتجات، والمنتجات هذيك هي شركة أخرى، فكان السعر مرتفع بالنسبه للسوق، فما في نعم فما في فرصه انت تبيع وتاخذ نقاط عليها. فهذه تعلمت درس، هذيك اخذت هذه الايجابيه هنا سلبيه يعني هذا 2000 دولار يكون خير. النقطه الثانيه ان المنتجات هذه الشركه الاخرى لها منتجات غاليه ربما حوالي 100 دولار ربما او اكثر 200 دولار، يعني أجهزة إلكترونية وغيرها، فما تحتاجها إلا الأجهزة الإلكترونية ربما مرة في 5 سنوات أو غيرها. فخممت هذه وجدت فيها منتجات يومية سنوية في أسبوعية، فهي محتاجة دائما ورخيصة، كل إنسان غني أو فقير يحتاجها. حسن صحة نعم. فوجدت ضالتي يعني عقلية التاجر. لأن أنا تاجر فيه وعد البضاعة اليومية مهما تكون أزمة في البلاد ماشية على حال، لكن فيه منتجات إذا كان ما فيه سيولة أو فيه أزمة في البلاد ما راح تمشي، يعني يكون الدخل تاعك مؤخرا. فكانت عندي خلفية يعني تجربة في التجارة. النقطة الرابعة نعم هذه النقطة الرابعة أن منتجاتها نعم استهلاكية. نعم النقطة الخامسة أنها هي حلال، فأنا كمسلم الحمد لله نحلل ونحرم ما أحل الله وحرمه، يعني هذه ما حرم الراسي نعم فحلال، فما عندي مشكلة لأني شفت شركات أخرى قبل ديكسن في الحقيقة الآن تذكرت، لكن فيها بعض المنتجات فيها شبهة على خلاف بين العلماء من يحلل ومن يحرم، وفيها بعض المنتجات اللي أكيد حرام، هذه مشكلة بالنسبة للمسلمين فيوقع حرج، فهذه الشركة كله حلال فالحمد لله. صح. ثم هي عندها من ناحية المواد المواد حلال، يعني هذه نقطة. النقطة الثانية هي أن عندها كل شهر تجدد على حسب ما عرفت شهادة حلال، تحصل عليها تجديدية يعني شهادة حلال، يعني بالنسبة للمنتوج كل سنة بالنسبة للمنتوج وبالنسبة للخطة، يعني طريقة العمل مش ربوية ما فيها، يعني على لأني طالحت أنا من الناحية الشرعية وعرفت يعني ما هي يعني الأمور المحرمة في الشريعة، لأن الأصل في المعاملات الحل، هذه هي الإباحة، فاللي يريد أن يحرم شيء يأتي بالدليل، لنا نحن نأتي بالدليل نقول له الأصل الحل، والحمد لله المحرم ثلاث أمور قليل الربا غرر إلى آخره. فهذه نقطتين مهمة بالنسبة للإنسان المسلم. النقطة السادسة بل النقطة السابعة عفوا لا النقطة السادسة هي يعني تابعة للطريقة تاع التعامل حلال، والنقطة الخامسة هي المنتوج حلال. تمام صح. النقطة السابعة أنها هي عمل وتمنحك يعني فرص للسفر وسياحة، يعني شاملة يعني الحمد لله شاملة، فتستمتع يعني أنت في الشغل وخاضي عطلة في نفس الوقت، عجيب وعاجز يعني وترجع عليك بالفائدة يعني جميل. نعم أنت وزوجتك إن شاء الله إن شاء الله. سفرياتي دائما بفضل الله أنا وزوجتي، بس سفرة واحدة كان لماليزيا والباقي كله إن شاء الله. لا دري تكون مضربة في الطائرة يعني ولا واحدة هذه متعة هذه جميلة. والنقطة الثامنة اللي هي أنا عرفت أني يعني متابعين الجمعة الفيديوهات مركزين على هذا. النقطة الثامنة اللي هي أنا خاصة بالنسبة للجزائريين نحن عندنا أزمة بطالة اليمن نعم
كل عرب لا خاصة أنا يعني أتكلم كجزائري. فأنا يعني أنا ثائق يعني عندي ثقة تامة في الله، ثم يعني في المعلومات اللي عندي أني سوف يكون نجاح يعني ربما في سنة يكون نجاح يعني باهر إن شاء الله، لأني هذه هي أخذ، لأن الناس محتاجين هناك، خاصة أنها النقطة الثانية هي المنتجات حلال والطريقة حلال، فما في مشكلة. اللي ما يحلل ما يحرم أكيد يدخل معنا، لكن اللي يحلل يحرم أكيد، فنأتي بهؤلاء كلهم إن شاء الله. صح، وصحة وثراء هذه أكيد مفروغ منها أن الإنسان يعاني. والآن بقت نقطة اللي هي الأخت حليمة، جاءت معنا أخت يعني حتى الأخت الجزائرية أو غيرها من نبيلة، الأخت يعني حتى نقولوا الأخت المسلمة ممكن تلتحق، يعني الحمد لله الإنسان اللي عنده اللي عنده زوجته أو عنده ابنته أو يعني نقولوا الإنسان هذا الشركة مش يعني لازم راجل يكون، تقدر امرأة يعني الحمد لله. أنا جيت سافرت وشفت ليس الخبر كالمعاينة، يعني بكل احترام صدقوني أنا بالنسبة للجزائر هنا تكون أأمن من هناك صراحة، صدقوني لو احنا من ولاية الولاية هيك تكون صعب عليك تفكر أسبوع كيف تسافر، لكن هنا والله غير أمر غريب يعني صراحة، يعني الإنسان أي حتى المرأة تستطيع أن تلتحق بينها والحمد لله باحترام احترامات قانون يعني عجيب، رخصة يعني ما في اختلاط ما فيها ما في شيء، تستطيع الاشتراك يعني بكل احترام فيه المسجد تصلي فيه حقوق ما فيه شيء صراحة. وجات معنا أخت اللي هي الأخت نبيلة وهي مريضة الآن والحمد لله هي الشفاء العاجل، وهي في رعاية ما في مشكل حالة مرض، لكن رعاية كأنه ماشي ما حصل شيء، نسأل الله لها الشفاء. هذه هي أبدأ، جزاك الله خير. الحمد لله رسالة بسلام. السؤال السؤال يعني يعني في الحقيقة ما خلونا أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، صدق الله العظيم. أولا أول عرض هذا لي على اليوتيوب وأول لقاء ويا حضراتكم ويا أبو أنس ويا الشيخ ويا مفتاح الجزائر. نعم. طبعا أنا اسمي ياسين طه جزاع، طبيب من العراق، حاصل على بكالوريوس في الباطنية والجراحة العامة. أول شيء كان أتكلم عن معرفتي على هذه الشركة، هي كانت عن طريق ابن عمي البيولوجي أستاذ فراس، عرفني على هذه الشركة بعد ما شاف نتائج مالية وصحية ونتائج يعني كلش مذهلة وحلوة، فقال ليش أنطي الفرصة لأهل الصحة للأطباء بما أنه هي المنتجات الصحية. طبعا أول ما تعرفت على هذه الشركة كانت أول أسئلة راودتني هي أول شيء وأهم شيء أنه هو الجانب الشرعي، اللي هو لازم نعرف أنه هذا العمل اللي ندخل به أنه هو يكون حلال أو حرام. الحمد لله وشكر النظام تبعت هذه الشركة سيستم يعني يمشي مع الدين الإسلامي. ثاني جانب أنه هو جانب الصحي، طبعا كوني أنه أنا قريب على الصحة، أنه هذه المنتجات يعني مكوناتها طبيعة عملها بحثت يعني صراحة يعني يعني بصورة يعني مو ذاك الاتساع، فلذلك يعني قررت أنه أجي هنا لماليزيا تشوف بعيني، لأن اللي يشوف مو مثل ما يعني يقرأ ويسمع. والجانب الثالث صراحة اللي هو المال، واللي كل إنسان يطمح له المال والبنون زينة الحياة الدنيا، البنون بعد في المستقبل، لكن المال الله يبارك فيك، لكن المال هو هذا الطموح اللي نطمح عليه. طبعا بهذا الشركة أطمح يعني من أن أكون الثراء إلى أبعد الحدود مع
مع دي اكسن صراحة. وأطمح أنه أجمع ما بين الطب اللي تعلمناه في كليات الطب وما بين الطب البديل اللي يطلق عليه هذا الأيام أنه الطب البديل، لأن صراحة أنه الطب البديل أسس قوية، يعني ماكو مصاريف عليها أسس قوية يعني تصرف عليها الدول، صرفت المصاريف أغلبيتها باتجاه الطب العلمي خل إذا صح التسمية. لكن إنه هذا الطب يتعامل مع مريض، وهذا يتعامل مع مريض، هذا يتعامل مع كيميكالز يعني مواد كيميائية، هذا يتعامل مع مواد طبيعية. زين إحنا يعني أي واحد أو أي عاقل يسأل روح إنه يا هو الأفضل إنه تعامل ويا منتج طبيعي أم منتج كيميائي، شيء أكيد كل تروح مع المنتج الطبيعي. فطموحي انه اوصل مع هذه الشركه لابعد الحدود، انه ادخل بالتراكيب كيفيه عملها داخل يعني الجسم كفيزيولوجي وكيفيه تاثير هذه المواد على بعض الامراض، لان صراحه أنا عندي الخبره بالامراض لكن الخبره كيفيه عمل هذه المواد لا زالت يحتاج بحوث، تحتاج مثل هيك دورات اللي حضرناها قبل يومين مع الشيخ كمال ومع الدكتور سعيد في تشخيص الحدقي ومع القيادة، صراحة يعني متعة حسينا بها، بالإضافة إلى الجانب السياحي، يعني متعة مع علم مع تعرف على أشخاص جدد. احنا تعرفنا يعني مثل ما ذكروا الأشخاص، يعني أغلبنا تعرفنا على في يوم واحد، اليوم الثاني أصبحنا أصدقاء، أصدقاء أصدقاء معنى الكلمة، يعني مزاح ونطلع مشاوير سوا يعني حياة حلوة صراحة. فتشي أنه تغيير الروتين، إحنا يعني كطب في الدول العربية عامة بالعراق بصورة خاصة الطبيب مظلوم صراحة، إنه علم 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 وما يجد تقريبا يعني فرصة إنه للحياة الاجتماعية، ما يجد فرصة للسياحة للسفر. يعني أضرب أول مثال إنه والدي الدكتور طه جزاع خريج 75 من 75 وخدمة فوق 40 سنة، ما شايف دولة غير الأردن وذهب لها في عملية جراحية. لا الطب يعني ماكو لا ماكو لا تفسيح ولا أي شيء. طبعا هو عضو قبلي، أي طبعا هو قبلي عضو، أي والدي وأني تحت بالعضوية الحين السياحة قادمة. نعم إن شاء الله إن شاء الله. فالواحد لازم يطمح إنه يعني هو لازم نأدي عملنا صح، بس ماكو ضير انه نتونس نفرح صح. فهذا اللي اطمح له ان شاء الله، وان شاء الله ان تكون ارض الله واسعه. نعم فتهاجروا فيها، فتهاجروا فيها. واحد الله قيدتني الوظيفه، الله يقول هاجروا وسيروا وجوب. هو صراحه هذه واحده من النقاط المهمه، انه الوظيفه يعني تقيد، ويعني في مفهوم اخر انه رزقها محدود، الرزق على الله، لكن رزق الوظيفه راتب شهري، بينما الدي اكسن لا متتاليات هندسية متتاليات هندسية ورياضية، يعني تزداد مع الوقت تزداد. سؤال صراحة ما ظل لي سؤال لأن الأخوة سألوا ووضح أخي رؤوف هواية من الجوانب وأستاذ مفتاح وحضراتكم، وهذه الدورتين اللي مرت صراحة أغلب الأسئلة اللي كانت تراودنا حتى كنا مقيديها يعني بأوراق سألناها ولقينا الجواب الكافي والحمد لله والشكر. الدورة اللي حضرناها تشخيص الحدقي مع دكتور سعيد الشمري من العراق، والدورة الثانية مع أستاذ مراد مفتاح في قيادة المهارات. دورة قيادة المهارات. نعم دورة من ناحية عملية. نعم من ناحية عملية كلش. نعم نعم. دورة وبعدين ارمي في الشارع راح ادور لك عمل. نعم نعم بالضبط، اللي هي الاس تي بي الشو ذا بلان
يعني لازم كل واحد يطب المشروع لازم تكون لبلين خطة تعرف يعني الأبعاد مال هذه الخطة وين حتوصل. وإن شاء الله إحنا في تقدم إن شاء الله. أنا صار لي عضو قبل تقريبا 7 أشهر أو 8 أشهر بس ما تحتي ولا عضو إلى حد الآن. وقف التنفيذ. هذا كليته إنه كنت في مباحثات مع دماغي ومباحثات مع النت إنه أبحث عن هذه المواضيع. ولأن صراحة أريد أدخل من جانب الصح إنه أكون يعني عندي معلومة عن هذا الموضوع. هو نعم كلمة الشيخ كمان اللي قال يا أخي صار صعب علينا الدكاترة. نعم صار دور لك شيء واحد عادي هو اللي يقتنع. دكتور صار صعب لأن خلاص حبوا له أشياء وكذا فما فيه إلا بالطريقة هذه. نعم صحيح وهذه قصدي مش على العكس. أنت الآن متجه اتجاه صحيح منطلق. نعم 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 بالفعل عقبات يجون يستشير يقول لك لا تصدق انت يا اخي بحث دورت. نعم الاخ ياسين ولا الدكتور ياسين. نعم استاذ هي شنو الشغله انه الاطباء يعني 6 سنين هو يدرس كيفيه يعني رب العالمين شلون خلق هذا الجسم شنو طبيعه الامراض. 6 سنين يدرس بس يتعلم هذا الشيء بينما اللي يجي مثلا دي اكس اول مره هو ما عنده يعني مثلا 6 سنين يعني دارس عنها فتلقاه بصعوبة يتقبلها. يعني طبيب هو متقبل الفكرة انه الفلان مادة او الدرق الفلاني الدواء الفلاني لعلاج المرض الفلاني صح؟ ليش؟ لان هو خلال 6 سنين يدرس على هذا الشيء واكو بحوث ودراسات كثيرة تثبت له هذا الشيء فهو اقتنع ترسخت عنده. بينما انه تجي تتكلم له عن فكرة جديدة هو بعيد عنها صراحة. يعني الطبيب دي اكسن بعيدة عنه هو ماشي باتجاه علمي. هذه يعني علم وصحة وثراء. نبات الجانب المادي من يدخل بشغلات يغطي على بعض الأشياء. يعني واحد يقول ها بها مال يعني جزء بعيد عن الصحة. لا هو هي موجودة كليتها موجود المال وموجود الصحة وموجود المادة العلمية. والله كريم إن شاء الله يعني نسعى للأفضل إن شاء الله. وشكرا جزيلا. بس سؤال في نظرك كيف نتعامل مع الدكاتره؟ والله في نظري انه بالفرص الجديده انا بالنسبه لي كسيستم هسه يعني اريد اخليه انه راح ابلش مع اطباء صراحه وافكر انه ابلش مع تجار لان واحد يكون صادق انه مو بس الجانب الصحي انه لا والله صراحه ما تابعت وراح ان شاء الله بالايام الجايه إيه فانه ابلش مع اطباء بس اول خطوه انه احاول اجيبهم هنا الماليزي. ليش؟ لان اللي يسمع يعني اللي يقرا مو مثل اللي يسمع ولا مثل اللي يشوف. احنا من جينا هنا وشفنا الشركه وشفنا شغلات يعني ولسه بعد المصانع راح نروح لها بعد بكره يعني فد شيء يعني راح يترسخ دماغنا انه هذا الشيء اوكي مضبوط. ومع الجانب السياحي يعني الترفيه ما شاء الله يعني خاصة الطبيعة مال ماليزيا وهذا فتش يعني حلو. يعني أنصح اللي ينضم لهذه العضوية مع هذه الشركة أنه خلي يدخل هم للجانب السياحي هم ترفيه وهم ماله وهم دي أكسن. شكرا جزيلا ولا أعتذر على الإطالة يعني طبعا بارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا أنا لي 3 سنوات وكيل يعني عضو بالشركة ووكيل بغداد لمدة تقريبا 2 سنين. طبعا نسيت أعرف باسمي فراس ياسين لكن أغلب الأعضاء يعرفون يعني اسمي الحمد لله. يعني حقيقة ما دخلت التسويق الشبكي إلا بعد ما أصبحت وكيل لأنه أيضا كانت عندي تساؤلات وعلامات استفهام بالنسبة للشركة ولأنه جربنا قديما شبكات التسويق فكانت عندي بعض الأسئلة. يعني صح أنه الأصل في المعاملات هو الحل لكن أكو تجارب سابقة فما حبيت أدخل إلا أتيقن من الموضوع. فالحمد لله صار عندنا اليقين يعني بعد فترة من الوقت وبدينا نشاطنا. لكن حقيقة نشاطي كان ضعيف جدا لأنه كنت ملتهي
مشغول جدا بالوكالة، فبناء الفريق والتثقيف والتدريب ما كان عندي مجال نهائيا حقيقة. يعني هذه جيتي يعني إلى ماليزيا، زيارتي ماليزيا يعني غيرت الكثير خلال هاي الأربع خمسة أيام، غيرت الكثير من المفاهيم عندي بطريقة التسويق أو بطريقة الإدارة أو بطريقة القيادة. يعني ما قصر الشيخ كمال، ما قصر بالخطة التسويقية اللي جذب انتباهي واللي خلاني يعني خلينا نقول أغلب الدافع، يعني الدافع الأعظم كان أنه أستاذ كمال قال لي على دورة التشخيص الحدقي. أنا طبعا بكالوريوس بيولوجي من سنة 2001، ما تعينت، ما حاب التعيين، حاب التجارة والسلك التجاري، وتجارتي لحد الآن بكثير يعني كثير من المجالات لحد الآن يعني الحمد لله. أي نعم، مهتم بمجال الطب البديل، يعني دورات الطب البديل، دورات المختبرات، التحليلات المختبرية غيرها. داخل ذكرت شيء، ومش الطب البديل، والطب الأصيل الحين البديل اللي يجيب بديل الأصح نقول الطب التكميلي الأصيل الأصيل صح، والأصل هو الطبيعة الأصل في جهة هذا الكيماوي. نعم، هو يعتبر البديل الكيماوي. حاب أنه الطب يعني اللي نسميه مثلا التكميلي، الشيء يكمل شيء، يعني الأعشاب تكملها مثلا الحجامة ضرورية جدا طبعا، درسنا على يد أطباء، على يد أطباء درسناها الحمد لله رب العالمين، شهادات أخذنا بها من مركز ابن النفيس أيضا، وفرضت الحجامة أيضا يعني ك يعني بوزارة الصحة حاليا بالعراق، يعني بال يسموه الفهرست الجديد. أي نعم، ايضا من طرح علي الاستاذ كمال مساله التشخيص الحدقي، انا كانت عندي فكره عنه سابقه، يعني اطلع على النت وغيرها وعجبني جدا، يعني فما كان يعرف بالمستوى اللي يعني غير انه يعرف انه وكيل بغداد وقبل. يعني سبحان الله اتصلت بي على مساله انه المنتجات واسعارها وكذا وكيف توصلنا، لانه كانت اكو شحة عندنا بالعراق، فقل على مساله التشخيص الحدقي. فأول ما تبادر الذهني أحد الأعضاء اللي هو يعني ما مقتنع ونايم بعد عندي، فقلت له شو تعال سفرة ببلاش سياحة ونروح على التشخيص الحدقي. ركزت على مسألة التشخيص الحدقي لأنه هي لها أصل بالطب، لكن لما أجي هنا هسه ياسين يعني أتوقع يعني اختلفت نظرته تماما، اختلفت عن المسألة. يعني احنا الحمد لله العائلة كلها طبية، يعني كلها أطباء صيادلة، يعني الخوال والعمام وكلها يعني اينا. فهذا أول طبيب أجيبه هنا، وإن شاء الله هو يفتح الباب على البقية. يعني خاف ما يأخذون كلام البيولوجي، البيولوجي ما يأخذون كلامه، يجوز أبو المختبر. اينا، احنا طبعا سعيدين جدا جدا بلقائك والأستاذ كمال أستاذ مفتاح. أنا الحمد لله أنا جماسي من شهرين تقريبا وشوي. ما شاء الله. نعم. كيف وصلت من جماسي وما في منتجات في العراق؟ لا منتجات موجودة، أنا الوكيل وكيل بغداد، لكن وصلت ماسي على البركة. يعني يجيني شخص مثلا أسولف له كذا نشط وراح بدأ يشتغل، وأني ما ماني يعني عمل متقن يعني. أي ما أكو عمل متقن، لكن لما شفت العملات بدأت تصعد، يعني 400 دولار 500 دولار 600 دولار 700 دولار بدأت يعني بديت 900 دولار سويت لي زعل على الوكالة، قلت هاي الوكالة ما قاعد في ديني انت يا ابن خلي روح شوف درب يعني هاي السالفة ما تفيد. هاي زين احنا نريدك تنصح لان كثير من اعضاء نكلم على اعضاء يقول اريد وكالة. ايوه هو احنا 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 في الوكالة هو النظرة التجارية الاعتيادية، يعني احنا نظرتنا التجاريه الاعتياديه انه الى حد ما اجيت هنا حقيقه، يعني هي النظره لا زالت عندي انه انت تشتري منتج يعني بدرهمين تبيع بثلاث درهم، تشتري 100 درهم تبيع 110 درهم، وهذه التجاره الاعتياديه. لكن ما كنت افكر انه بمساله انه هذا التراكمات، يعني بعض النقاط يعني مثل ما وضحنا الاستاذ مراد اليوم، انت مجهود ساعه إذا عندك خمس أشخاص تحتك من الفريق، وهذا هذول يعني الخمسة أيضا كل شخص عنده خمسة يشتغلون، فالساعة تضرب يطلع 125 ساعة مجهودك أنت، يعني هاي المتتالية الرياضية اللي نتكلم عنها. فهنا لا المسألة اختلفت،
ممكن انه انت تسلك اي مسلك تجاري ثاني يعني بيع تقليدي لاغراض يعني تسد بها احتياجاتك الدنيويه، لكن دي اكسن لا يحتاج لها الوقت، يحتاج انه الانسان يفرغ له وقت. حقيقه يعني بديت من قبل اسبوعين. يعني انت الان تفضل بناء الشبكه على مساله الوكاله، مع انه طبعا يا جماعه ترى 6 ملايين لا لا طبعا طبعا يعني اكبر وكاله بالعراق. انا كنت يعني عدد النفوس الان 6.7 ملايين بس بغداد وحدها. انا كنت مفضلها قبل ما اجي يعني احتمال 30-40%، لكن اليوم بعد الخطه التسويقيه بعد شرحها بصورة صحيحة يعني، لأنه كثير من المسائل الأبلاينات أنا راح حاسبهم يعني بعد زين اللي أي تركونه أي لا اختلفت النظرة تماما، اختلفت يعني. أيضا مسألة التشخيص الحدقي جدا جدا نفعتنا الحمد لله، ووصلنا على أجهزة إن شاء الله نأخذها ويانا العراق. المنتجات متوفرة في العراق كلها؟ المنتجات متوفرة يعني في شحة بعض العقبات تصير بالتصدير أو الموانع او غيرها. كم الفرق الاسعار بين ماليزيا والعراق وجد؟ كثير كثير فارق الاسعار كثير. يعني الفطر هنا كم هنا كم والاسبر هنا كم؟ يعني فطر الريشي مثلا عندنا 53 دولار هناك بالعراق. وهنا هنا الريشي ولا الريشي اليوم؟ الريشي اليوم يمكن يعني فد 10 دولارات يطلع فرق تقريبا، يعني تقريبا يعني خلينا نقول مثلا تقريبا 10% او 15% فرق، احيانا 20% يوصل هيك الفرق يعني. هنا يعني بعد يعني تنصح الاعضاء انهم يجرب مثلا الشبكه؟ والله والله هاي الفكره جيده يعني. هسه انت حضرتك تكلمت قبل شوي ايضا فتحت ذهني لهالمساله، ممكن انه بديت افكر وانت تتكلم قبل شوي بدايه البرنامج على انه عندي بعض الاعضاء اللي هم ايضا نشطاء وبنفس الوقت هم ممولين لفرقهم، ممكن يعني المره الجايه اجيبهم يعني. احتمال ياسين بعد ما يقطع رجله يجوز يسكن هنا. لا يعني هو اللي نجيب منه. هم مفكر انه اجيب الفريق، هم اجيب الفريق هنا لان نشوف احنا الاعمال مسلطين مشتركين. انت حضرتك سالت قلت منو اللي عنده سؤال؟ حقيقه التجارب اللي قبلك تعطيك دافع، فلما تسمع قصة ناجحة تكون باور لك وللشباب أيضا. ولو أكيد اللي سامع محاضراتك ومتواصل وياها سامع القصص، نعم. فإذا حبيت أنه تذكر لنا إياها بالبرنامج أو إذا حبيت بعد البرنامج تذكر لنا قصتك ببداية النجاح بداية دخول دي أكسن. جزاك الله خير، بوركت، بارك الله بك. لا خالد أخي، السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إذن أنا ثانية سعيد بلقائكم وبارك الله فيكم، شرفتونا بحضوركم. كذلك الأستاذ الشيخ كمال كوتش مراد مفتاح. إذن أنا طموحي في ديكس إن شاء الله والثراء تحقيق الأحلام وتحقيق الحرية المالية إن شاء الله، ولا مجال للثراء في ديكس أن بلا وجود تدريب الفرق العمل، وشفناه اليوم مع كوتش مراد مفتاح. وبالمناسبة أنا متخرج من أكاديمية الجزائرية لإعداد القادة على رأسي لكوتش مراد مفتاح. إذن هذا بإذن الله إن شاء الله سوف أجمع ما بين تدريب وثراء إن شاء الله. مسعودان خالد. مسعودان خالد. مسعودان. أيوة. مسعودا. ولذلك السعادة في وجهك على طول. بارك الله فيك. وكذلك الصحة بإذن الله إن شاء الله. قصة طويلة. كنت أعرفه في مجال تدريب، وكنت أعلم بأنه يعمل في مجال تسويق شبكي. وجت لي فرصة، أنا عملت في شركتين، دخلت في شركتين وما كملت معهم لنقص المنتجات، ما كنت يعني قوية وما كنت أمن بسيستم. دونك لما حسن الصدف التقيت بمراد كوتش مراد في مجال التدريب، وما كلمني على مجال التسويق. ايش معنى كوتش مراد؟
كوتش مراد مفتاح مدرب مدرب يعني مدرب ايوه لا انجليزي مصطلح انجليزي كوتش اذا احنا اجدادنا كلهم بدوي اسلافنا بدوي لا بس كوتش ما اسمع الا من الاخ الجزائري كوتش ممكن يشرح لنا ممكن يشرح لنا بعد شوي يمكن طلعنا كاتشير مشاب بإذن الله إذن كما قلت للكوتش مراد مفتاح ما كلمني ولا مرة على التسويق شبكي إذن كي شفت داروا حلقات يعني على العرض عرض دي إكسان شاركت معهم واقتنعت بالخطة خطة تسويقية والسيستم متى سجلت؟ منذ شهر من شهر؟ شهر الحمد لله وربي يوفقنا جميعا ان شاء الله بارك الله فيكم سعود جربت المنتجات جربت المنتجات كيف وجدت المنتجات ما زال ما اخذت بزاف منتجات منتجين الشامبو دونتي فريس برك معجون اسنان الان اخذ منتجات من هون وجرب ان شاء الله عندك فريق الان بدات ما زال لا حتى مبتدئ السؤال كان حاضر هذا السؤال نقدر عليه هو كان عندي سؤال كان عندي سؤال سجلته بالبدايه دوشني انتظر الاجابه ايوه تفضل الله يبارك فيكم فعلا اتعامل مع اخوه قاده كرام الله يبارك فيكم ووجوه ايجابيه ومبتسمه طبعا من البدايه الله يبارك فيكم كل واحد يقول كيف تعرف وكيف حب فلان وكيف طبعا الحبيب حبيبنا الرحماني ما شاء الله حبنا من خلال اليوتيوب مباشره انا اقول لكم فيها اسرار وهي اصلا موجوده في الايات وفي الاحاديث اللي هي قانون الجذب يعني كل واحد ينجذب لنفس الذبذبات اللي معه فانتم ايجابيين تبحثوا عن الايجابيين فيه ناس يشوفونه ويهربوا انا كنت يشوفهم كذا وندعوهم للخير وخلاص وحتى زعلاني من الأفكار هذه فأنتم إيجابيين نهنئكم بإيجابيتكم الله يبارك فيكم طبعا أنا قبل ما أعلق على كلام الأخ شوف تعليق الأخ حبيبنا مفتاح ولا بعدي طيب أنا بكلمكم بشكل سريع على الذي استفدت أنا منكم الله يعطيكم العافية طبعا الأخ رحماني والدكتور وكلكم ان العلم والبحث هو الاساس النجاح هذه رساله للاخوه الاعزاء اللي يريد ان ينجح يتعلم اول ايه مش ايه بدايه الايه اقرا فالقراءه هي مصدر نجاح الدنيا والاخره فانا اخوان الله يبارك فيكم احنا دخلنا في ديكسن ما كان في معلومات بالعربي الكتيب كان بالانجليزي والمدربين بالانجليزي الان معلومات بالعربي ابحث ومشان تغير حياتك اخوه لا ترضى نفسك مكانك يعني عايش على هامش الحياه فالاخوه مع التعلم واخونا رحماني الله يبارك فيه بحث من خلال اليوتيوب وانتظر سنه وراجع هذا بيكون لك ان شاء الله مكانه كبيره ايش نستفيد من هذا الامر نستفيد ايضا ان البحث طريق النجاح وانك ركز على عقليه الهدهد والصقر الذي يبحث عن النجاح على عقليه التجار طبعا هم قليل احنا من خلال حلقاتنا الماضيه والشيخ كمال قليل لكن القليل هذين يعني ما شاء الله يختصر لك المسافات ايوه الاول اسرع سفير دائما نتكلم عنه اللي هو لازلو هو ركز على التجار قال انا اركز على التجار يبيعوا بالجمله بالكراتين النقاط فاختصرهم ركز على 20 تاجر روهم كيف سووا الخطط وفي 20 خط وصل السفير قبل الناس كلهم فنركز على التجار طيب من اهم النقاط اللي اريد اقول لكم يا اخوه للاخوه اللي موجودين وللاخوه الذي يسمعونا ان البحث ثم البحث ثم البحث ثم البحث نتيجة من تجربتي إلى النوم إذا لم يتبعه الخطوات العملية الخطوات العملية اللي وجدتها الآن هو الأخ رحماني وأخونا فراس الله يبارك فيه لحد الآن في الأخوة الموجودين هنا ونريد الأخوة الموجودين كيف الآن الأخ رحماني من اللي جاء من فريقك أنت لسه ما سجلت صح سجلت وجايب من لكن على كل حال سجلت معايا لا بس ايش تقول لك لحظه كم جبت معك الان لهنا واحد وخارق وفي سجل تقريبا 4 و5 وخطه انك بتسجل النقاط والكذا
هذا أخوه هذا اللي وجدته يعني بإذن الله عز وجل. إن أغلب الأخوة الذي ينجحوا هو الذي يبدأ بالمعلومات إلى عمل. يعني الآن واحد يقول لك أنا أدرس عن سواقة السيارة، واحد أخذ كتيب يتعلم كيف يسوق السيارة، وراح شاف كتيب ذهبي حلو أشترى، وشاف كتيب الواحد مدرب عالمي أشترى، واحد ثاني بس جلس مع أبوه قال السوق يمين يسار وبدأ يسوق. فاللي يبدأ بالخطوات العملية هو اللي بيسوق. فالآن أنت بنفسك بتشوف النتيجة بإذن الله، كل الأخوة إن شاء الله أن النتيجة بتسبق ناس كثير، لأنك قاعد تعمل وتطبق عمليا التدريبات الذي قاعدين الناس يقولوها، أنه تدرب على أنك تبني فريق، فأنت قاعد تبني وتتعلم، لأن العلم ما لنهاية. حتى ديكسن أنا لحد الآن قاعد أتعلم أشياء كثيرة، من ضمنها اليوم كوش، هذه أول مرة عادنا ما انتبه لها. فلو ما تظل تريد تحصي كل شيء في دي إكسن وعن الإسبرلينا إيش مكوناته وعن الفطر وعن ما بتخلص. فابدأ في الفريق وانت جاي يجي معك. طبعا قبلها الأخ الحبيب مفتاح المغرب، مفتاح النجاح، جاء وقال أنا لازم يكون معي فريق، جاب فريق، وكل مرة فريق، بتشوف الفريق بينمو بإذن الله عز وجل. فهذه من أهم النقاط اللي استفدتها منكم. طبعا بالنسبة لأخونا الحبيب فراس الله يبارك فيه، أنا أدعو الماسيين والقادة أن يرتبوا مع الشيخ كمال والأخ مفتاح يعملوا مثل الأخ فراس الآن، لأن كثير أنا من الناس أحبهم كثير في اليمن وفي دول كثيرة، وظروفهم يعني هذا، لكن الدخل مش كبير. يبدوا بخطوة جديدة، مش معقول بعض الأخوان الآن معي من 3 سنوات لا وصل لا ماسي ولا ياقوتي ولا دخل، بعدين يقول لك يصير عكس الشركة أنها مش ناجحة الشركة. لا، هو أنت اللي ما يبدأ غير الخطة من الجنون، أن تمشي بنفس إيش يقول نفس الطريق وتتصور عكس النتيجة أو نتيجة أخرى يعني. فابدوا ينسقوا مع الأخوة وتعالوا شرفونا مع فريقكم بطريقة رحلات وبإذن الله عز وجل ونجاحات. الدكتور ناس من الدكتور ياسين الله يبارك فيه، دعوة للأخوة الدكاترة والمشايخ الذي يرفض عمليا قول الله عز وجل وما أوتيتم العلم إلا قليلا. مشكلة حين واحد الشين هذا الشيخ والدال الدكتور أحيانا يصبح متكبر الواحد وعقبه أمام الآخرين أمام عقلية أول. فأنا أدعوكم يا أخوان مهما تعلمت مهما وصل دكتور أو شيخ أنك تراجع قول الله عز وجل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. افتح عقلك للآخرين، المشكلة مش هو عقله مشان يستفيد. أصبح بعض الناس يخاف يقول لك يا أخي أنا رايح عند الشيخ ممكن تجي معي أقنعه، قدو خايف من الشيخ اللي يدل الناس على الخير، خايف بس هذا الشيخ كيف بقنعه، قدو أصبح مصيبة بعضهم لأنه عقليته أن كل شيء حرام وخلاص ومقتنع أنه قريب إلى الله ذا حرم كل شيء. أو دكتور يقول لك هذا دكتور لازم تجيبه معك كأن الدكتور عارف كل شيء. فدعوة للأخوة الدكاترة والأخوان لا، أنت تتواضع لأنه أول تكبر في الحياة وكان بسبب العلم، الإبليس بسبب علم ودعوة وعبادة وكذا، فأصبح زي ما قال الشاعر لو كان العلم دون التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليسه. طبعا أنا من أول الدكاترة جزاه الله خير اللي حمسنا ونفس طريقتكم أخ حبيب ودكتور عزيز في الإمارات، لما شاف الفكرة وقرأ معلومات عن الفطر يعني وشاف المعلومة العجيبة قال إذن لابد أروح بنفسي لأني مرجعية للناس، وجاب نفسه برحلة على حسابه ولا فيها الخطة هذه، هذا كل شيء دفعها على حسابه وراح قابل البروفيسور ليمس ويجن وشاف المزرعة وشاف المعلومات وصور نفسه وبدأ. فأنت متجهين بطريقة دكتور بجسم البالغ؟ نعم. أيش قلت؟ أخونا المستشار اسمه؟ الله يركي حسن كثيري. حسن كثيري اللي كان يسميك المزعجين. أيوة شيء ثاني، وكان رئيس جمعية حماية المستهلك هذا، وقال لازم يبحث وكان متحمس من الصباح من أيام الثاني. طبعا من اجل الوقت مشان نستفيد ايضا فيها اسئله الله يجزيكم الخير. بالنسبه لقصتي هي موجوده بشكل مكرر يعني ممكن ارسل لكم الرابط. يعني بدات نفس ما يبدا اي واحد، يعني الاخ مراد احنا قلنا انه جاء لحاله. طبعا على فكره اكثركم تقول انا ما كنت اعرف فلان وما فلان، احنا نفس عشان الشيخ ما كنت اعرفه والاخ مراد فيه فكره تجمع بفضل الله ما تفرق، اللهم لك الحمد لك الشكر. حتى عجبني واحد في اليمن يعني في الجروب نعمل جروب لديك سنت على الجروبات في الواتساب وكذا، فاول ما دخلنا في الجروبات بعضهم اللي يتكلم لك في السياسه في الجانب هذا واللي في الجانب هذا، فاللي يطلع من واللي يغير اسم المجموعه، فقال يا اخوه نحمد الله خلونا على دي اكس ان، السياسه تفرق ودي اكس ان تجمع، خلونا على دي اكس ان فقط ننشر الخير والصحه لنا وللناس نتوكل على الله. فالحمد لله رب العالمين. انا سؤالي للحبيب الغالي الاخ مراد الله يبارك فيه، كيف تتعامل
مع الناس بشكل عام وعلى أي صفة أي شريحة تركز من الناس لأن الآن ما شاء الله فريق طيب، وكيف تتعامل مع الإشكاليات؟ لأن بعض الناس لما يتواصل يقول لك يا أخي أنا مش مثل مراد، أنا مش مثل الشيخ مراد، في يفكر أنه ما عندك مشاكل حدثت لك في طريقك في الجزائر أو مع الشيخ مراد، كيف تتعامل مع المشاكل والإشكاليات اللي تحدث في طريقك؟ نصيحة للأخوة في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. الشيء الجميل في ديكس آن هو أنه تعاملنا مع المشاكل ومع العقبات أنه نبحث دائما عن الحلول، فالعمل الحر يمكنك أنك تتعامل مع المشاكل بنظرة أو بعيون فتبحث في ذلك الجمال في ذلك المشكلة عن الجمال وعن المنح وعن الحلول. فنحن نعتبر أنه عدم وجود الفرع في الجزائر هو منحة، ومنحة جميلة جدا أحضرت لنا الأخ محمد وبلال وخير الدين ورؤوف وخالد، وأيضا عرفنا بالإخوة الكرام الدكتور ياسين والأستاذ القائد فراس، فهذه بالنسبة لنا منحة. فهذا ما كيف يفكر العضو الديكساني. أما في العمل غالبا الوظيفة الحكومية والوظائف الوظائف الأخرى اللي تكون براتب، فتعامل مع المشاكل هو يكون تذمر ولوم ودائما روتين قاتل. فهذا هو يعني الديكساني، دائما العضو الديكساني يفكر في المشاكل وفي الحلول. نعم يفكر في المشاكل على أساس أنها حلول، وفي المحن على أساس أنها منح. طبعا هذا كل شيء يكون بدعم الأبلاين، وأنا محظوظ جدا أني قد حظيت بأبلاين مثل الشيخ كمال، فسبحان الله في تواصل دائم في دعم دائم. أكيد هذا العمل لا يخلو من عقبات لا يخلو من مشاكل، ولكن دائما we are strong together، نحن أقوياء مع بعض. فعندنا إحنا حتى ما أخذوه اليوم أنه المشاكل والعقبات أعطيها للأبلاين، والمنح والامتيازات اعطيها للشركاء معك. فهذه قاعده في التسويق في التسويق الشبكي. فان شاء الله يعذرنا يعني الشيخ كمال، دائما نرمول المشاكل. اما ما اركز عليه في عملي في الديكسان في الحقيقه يعني انا اوبن مايند، مفتوح يعني عقلي منفتح لاي شخص مهما كان، سواء كان مريض سواء كان دكتور او لا يحمل شهاده، سواء كان تاجر رجل أعمال مدرب أستاذ، أهلا وسهلا بالجميع، والإنسان يجذب شبيها. فإحنا مركزين إن شاء الله، وبدأنا هذه الاستراتيجية التفعيل الاستراتيجية إن شاء الله مع فرقنا، وبإذن الله ستؤتي أكلها. ودائما رؤيتنا الكبيرة هي أن يكون الفريق العربي هو أقوى فريق ديكساني في العالم إن شاء الله. هذا ما نتمناه إن شاء الله. عنصرية؟ لا مو عنصرية يعني، هذا بالعكس هذا بالعكس راح يعني هذا نقطة ممكن تكون نقطة تحول كبيرة، نقطة تحول كبيرة في مجال التسويق الشبكي، لأنه نحن يعاب علينا كفرق عربية ولا خلينا نقول فرق إسلامية أنه عندنا الأحكام المسبقة. فأكثر فرق تعاني من الأحكام المسبقة هي الفرق العربية والفرق الإسلامية، لأنه فيها الأحكام يعني بكل صراحة لن يستطيع الواحد منا أن يبني فريق من نفس النمط. يعني إذا لم يكن لديك في فريقك ناس هنود وصينيين ومختلف الديانات ومختلف الأجناس، فلن تستطيع أن تبني شبكة قوية في الديكسان عالمية. نعم فهذا هو. فإن شاء الله نتخلص من هذه المشاكل، من هذا التفكير النمطي الموجود عندنا وننطلق. وطبعا نجاحنا في ديكسان كفرق عربية هو يعني خلاص يعني تخلصنا من مشكل كبير جدا نعاني منه نحن العرب والمسلمين. الله يخليك بارك الله. سؤال استفزازي يمكن توضح لنا. الله يبارك فيك ان شاء الله. الله يبارك فيك. طبعا اشكر الاخوه، اجاباتهم كانت رائعه جدا، ويعني حقيقه ما استطيع ان اوفي حقيقة الإنجاز اللي سووه. نحن يعني من جمال هذا العمل أنك ترى نجاحك بإنجازات فريقك، فلما تشوف فريقك يقدم، هو طبعا يقدم لنفسه
تحس كأنه قاعد يقدم لك لأن أنت تكبر معاه. فأنا لما نشوف الأخ فراس بدأ يقول أنا أصبح عندي تحول وشبكتي، أنا قاعد أحلم إنه يعني ديكسن ماخذ نص بغداد. لما نسمع الأخ مراد ويتكلم عن الاستراتيجية الجديدة وكيف راح تكبر، إنه خلاص الآن الجزائر ما شاء الله، فهم حقيقة الآن قاعد يخلونك تشعر بسعادة عارمة لا شك. ولذلك أنا أقول أشكرهم، وهذا من جمال هذا العمل إنه نحن نتكامل، يعني ما في واحد منا يستغني عن الثاني، فنتكامل مع بعضنا، ولا أنه والله هذا أبلاين وعلى أساس، بالعكس. وأنا أيضا أحيي الروح الإيجابية اللي موجودة عند يعني قائدنا ومعلمنا أبو أنس، حقيقة إنسان جدا إيجابي، يعني على طول أبو أنس مجموعة فريق الجو متى تريد كم الساعة وكذا، ويعني وأنا أعرف مشغول، يعني أنه إنسان عنده مسؤوليات وعنده أيضا ناس يتابعهم وفرق وكذا، يعني ما شاء الله حتى حاط له يمكن 3 تليفونات بس المجموعة. أنا عارف مسؤولياته، لكن مع ذلك ما يتردد في أنه يقف معنا، وحقيقة أشكر التواضع، يعني في حركة بسيطة اليوم تعلمت منها، يعني أول شيء هو أكبر منا في السن في الأبوية في كثير من الأمور، وأنا أجده هو خربنا الشغل. لكن والله مع ذلك تجي يعني يخدمنا لهالدرجة، يعني حقيقة أجد يعني عظمة هذا الخلق، يعني اللي هو خلق إسلامي أصيل اللي هو التواضع. فأتمنى على أيضا قادة ديكسن اللي يسمعوني أن يتواضعوا مع فرقهم مع جماعتهم، يتعلموا هذا الشيء، لأن أنا يعني بلغني من كثير من الأعضاء نوع من التعالي أو ممارسة نوع من السلطة. الناس ترى جاية تدور حرية، جاية تدور علاقات مفتوحة، لا تقعد تمارس نوع من السلطة على أعضائك، هم ناس شركائك في النجاح، أنت ما تنجح بدونهم. علمت معلومة صح، لكن هو بالمقابل أضاف لهذه المعلومة جهد وعمل وحقق نجاح أثمر إلك مثل ما أثمر إله. فتعامل معه بروح الجزاء والإحسان والتعاون وروح الفريق العمل الجماعي. أيضا بالنسبة لسؤال وأنا أحب أختم فيه، ولا أنا عندي كثير من الكلام حقيقة في هذه الليلة اللي أعتبرها من أسعد الليالي اللي مرت علي في هذا النهار. هذا أحلى من الشيك اللي ينزل نهاية الشهر. صدقوني يعني أنك تعيش هذا الجو الاجتماعي، لأن ترى الفلوس مو سعادة، مو كل شيء، ما تمثل يعني القمة في السعادة، هذه العلاقات الاجتماعية الناجحة، كونك تحس أن إنسان أنت فعلا أثرت في حياة الآخرين، استطعت أن تحدث تغيير، تحس بقيمتك، يعني هو تحس بانتصار الذات. يعني الإنسان يحتاج، وشو الفائدة أنا قاعد بمحلة وبمتجر وحقق وجمع فلوس وأنا إنسان غير مثور غير معروف، ما لي أي أثر ولا يعني ولا تركت من بعدي صدقة جارية ولا ذكر حسن ولا ما حياة ما لها قيمة. يعني بالنسبة للأستاذ مراد أو الكوتش مراد، يعني شخصية أنا اعتز فيها واعتز بشراكته لأبعد حدود. أنا إنسان حقيقة استفدت منه كثير، مر في مشاكل كثيرة، حتى ساعات أنا أقول أخشى أنه خلاص الرجل راح يترك العمل الآن، في ضغوط يعني في الجزائر، مصاريف كثيرة، أعباء كثيرة، تجد نفسيات ناس مختلفة يعارضونك، يحدثوا لك مشاكل. لكن مع كل أزمة أنا أكتشف مع أني مع إنسان قوي جدا، يعني يستطيع أن يتغلب على هذه المشاكل. نعم نحن نخطأ كبشر، هو أنا كلنا كفرق، لكن الحمد لله نجد أن حتى هذه الأخطاء قاعد نستثمرها لصالحنا، لبناء جديد، لتطور جديد، لنظرة جديدة. فهذا اللي أتمنى أنه الكل يستفيدون من هذا الجانب. وأعتقد أبو أنس سأل هذا السؤال كان يريد حتى يوضح هذا الشيء للشباب اللي يسمعونه اللي يشوفونه اليوم، أنه ترى يا جماعة الطريق ما مفروش بالورود. لا تتصوروا أن المهندس مفتاح جاب هذولا ألو تعالوا بالتلفون يلا خلنا نمشي مع السلامة بكرة، لا، في استراتيجيات، في تخطيط، في تعب، في أموال بذلت، في أوقات يعني صرفت، في جهود، يعني حتى بدينا يعني هذا نقطف ثمار هذا العمل. فأسأل الله لنا ولكم التوفيق وأشكركم جميعا، وإن شاء الله بإذن الله مثل ما يعني متفقين أنه الكل راح يجي ومعه فريق كبير ونستمتع إن شاء الله برحلات جميلة وحياة مفعمة بالسعادة والإنجازات والنجاحات إن شاء الله. جميل.
جزاكم الله خير قادتنا وحبابنا. طبعا التعليق السريع على كلامكم الجميل، رايد داون اكس اب هذه اللي دربنا اول ما دخلنا اخونا الحبيب المهندس احمد المسعدي جزاك الله خير، وهذه نستفيد من الاخ مراد انه كيف يتعامل مع الاشكاليات والمشاكل. ايش معنى رايد داون اكس اب؟ رايت الاشياء الصحيحه الجميله، داون ارميها داون يعني تحت في الشبكه في الفريق في الجروبات في الفيسبوك، النجاحات الرحلات الشيكات كذا الصحف لا، اكس اب يعني الاشياء الخاطئه والذي لا فهمتها والمشاكل وكذا، اب يعني ارميها فوق للقاده يحلوا لك المشاكل. انا طبعا من اول ما انضميت كان معي واحد طموح جدا عنده خلفيه عن التسويق الشبكي وتحمس وسؤالات، واليوم الثاني تواصل معي اتصل زعلان قال انا تواصلت وتعبت وخسرت تلفونات لامريكا وكان كل شيء غالي وفي الاخير ما في مكتب هناك في ديكسين في الولايه الذي فيها، فانا حرجت منه. فلكن القاعده هذه اتصلت الاخ احمد المسعدي المهندس احمد المسعدي جزاه الله خير قال بكل بساطه في امريكا بالايميل يرسلوا لها المنتجات والعضويه لهناك فحلت المشكلة. لكن لو قمت عملتها رسلتها للجروبات عملت مشكله، فهذه نستفيد من الاخوه اللي بعض الحين تبقى له مشكله مع المكتب لو سار في الجروب يحطها يا اخي المعامله حق صاحب المكتب هذه ما ادري وهذا يجاوب عليه ما اسرع الناس للاشياء الذي فيها، فنستفيد من القاده. ايوه بالنسبه للعنصريه ما عنصريه الله يبارك فيك اخي مراد انا متعامل معك وعارف عقليتك المفتوحه، بس ايضا هذه يفهمها بعض الناس هكذا مثلا يعني احنا نريد العرب يكونوا كذا او احنا طبعا احنا كان في قالنا اخر لقاء كبير بشكل كبير كان في ماليزيا باحتفال الشركه بالمناسبه 13 سنه 20 سنه 20 سنه او 23 سنه 23 سنه كان احتفال كبير مش الاخير هذا 20 سنه اللي جينا فيه ماليزيا كان من العالم كله فكان كل واحد يقول ايش دي اكس ان عرب نمبر 1 هذا دي اكس ان السويد نمبر 1 دي اكس ان نيبال دي اكس ان كان كثير عدد كبير كنا على البحر فلما تكلمت قال بليز 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 دي اكس ان يعني بالانجليزي انها تجمع ولا تفرق دي اكس ان العالم نمبر 1 ليش كل هذا الجزائر قلنا والله الرجل هذا يدعو له دعوه الاسلام وش داري يعني فعلا سبحان الله فانا اقصد هكذا لكن انا ذكرني كلمه احد طبعا راح تصلي مره عند شيخ ما اعرفه كان خطيب يعني في العين ويخطب بدون ورقه وكذا قلنا نصير نستفيد منه فلما خلص الخطبه جينا عندي الاخ جمال ويرفع صوته قدام الناس جمال مسعدي الذي رفع الاسلام رفع رايه الاسلام في مجال عمله انا طيب قلت فشي حياك الله تعرفني قال انا حضرت لك اول محاضره انت سبب حماسي في غرفه الصناعه والتجاره في دبي قلنا جزاك الله خير الله يحفظك قلت الحمد لله على نعمه ديكسن جعلتنا معروفين بالخير قلت له كيف نصرتنا الإسلام في مجال عملي ويرفع صوته مشان يفيد الناس متفتحة قال يا أخوة الناس ينظروا إلينا العرب إن إحنا ناس كسولين حق كبسة حق جلسة حق كذا ما إحناش حق إنتاج حق عمل حق كذا كان يرفع صوته فأنت الآن نجحت وصرت أول ماسي عربي يعني فيه عرب نشيطين إحنا أساس الكذا وبدأ يحدث فقلت وين نريد هذا الشيوخ مثلك فاهمين هذا الفهم فهو هكذا ان اول ماسي عربي وانا كنت حريص اني اصل اول ماسي عربي كان جهد بذل جهد لاني عارف اذا وصلت نموذج معين يصبح الناس يقبلوا كلامك فانا كنت اريد اوصل رسائل للناس ان هذه فكره طيب لكن كيف اذا انا عضو عادي وكذا لما تكون لك مكانه بتكون كلامك يسمعوها الناس اكثر فكنت حريص على هذه اسال الله ان تكون عباده فليس معنى اني اول ماسي عربي اني ضد الانجليز ولا ضد الامريكيين كلهم خلق الله عز وجل ها اي سنه 2004 اول ماسي عربي هذه كان رتبه قد كانوا وصلوا ماسيين هنود وماسي من كل الدول ومن كثير لكن العرب ما كانوا قلت هذه فرصه اوصل اول ماسي عربي مشان يستمعوني ايش اكون حاضر من الناس لاني اريد اوصل رسائل للناس يعني مقتنع انها صحيحه فكنت طبعا اخر مقابله شفتها مع المهاتير محمد لو شفتوها اسمها المقابله او مقابله البرنامج الجديد اللي في الجزيره فيتكلم عن هذا يقولوا له انت رحت درست الطب في بريطانيا انت وكيف تحولت من طب الى سياسي قال لا انا اصلا سياسي بس استخدمت الطب من اجل السياسه قال ايش قال انا كنت اكلم الناس افكار في ماليزيا فما كانوا يتحمسوا فقلت ايش اللي يميزني على اساس اني اجي كلامي مقبول قال درست الطب وحاولت على منحه اكون طبيب ولو اخذت الطب في ماليزيا ما بيكون او في مكان قلت في بريطانيا فرحت اخذت الطب من اجل ارجع اغير بلدي يقولوا الدكتور كلام الدكتور قال الدكتور مش ما فيه مانع انت لو تراجعوا حق طارق سويدان في رمضان الحلقات الجميله هذه صناعه النجوم
عكس ما تعلمت فيه هنا أشياء كثيرة، أنك أقرب من الله إذا أنت مخفي، ما حد عارف أنك أقرب من الله إذا أنت يعني الإخلاص. الإخلاص ما له علاقة بالظهر أو العلم. من أعظم الأعمال اللي تدخل الناس الجنة هي المال، الزكاة، الصدقة، كذا. الله بينها سبحانه، إن تخفوها نعمة وإنت فهو إيش الآية؟ ان تخفوها الصدقات في نعمه وان تطرفها فهو خير، ان تبدو الصدقات في نعمه وان تخفوها فهو خير لكم. فهو امور واضحه، النيه ما لها علاقه. حتى انتبه يعني هام جدا الدكتور طارق سويدان قال لا تلوموا اولادكم عندما يتخذوا قدوات نجوم الفن والغناء والرقص، ويتخذوا فلانه هي نموذج يعني الشعب المصري او الكذا، الرقاص الفلاني او الكذا، لان انتم قلتوا بتتخفوا ما يلقوكم الناس أمام الله، ولا تتكلموا ولا تظهروا في اليوتيوب ولا ولا ولا. وهؤلاء هم النجوم اللي يلمعوهم، فأصبحوا بالنجم هم يهتدون. هذا هم النجوم اللي يهتدون، النجوم السلبية. أيوة النجوم السلبية. فكن نجما، كن نجما عالما، نجما إيجابيا في الخير. كن نموذج الناس يشوفوك أنك جاي من الجزائر من أجل النجاح، من أجل من العراق، من اليمن، من كذا. والحمد لله عندنا نماذج جميلة جديدة كثيرة بفضل الله، وأنتم وجوه جديدة طيب الله يبارك فيكم. الأخ جزاك الله خير أخي الحبيب الشيخ كمال على كلمتك الطيبة حق التواضع، وشوفتك إني تواضع ما أدري إيش كنت أسوي، قرب شقاوة ولا شيء ولا أسوي كذا. ولكن أريد أقول لكم يا أخوة إن كل واحد يرى الناس بعيني عقله أو بعيني طبعه. هو الشيخ كمال متواضع، هو قدوتنا في التواضع، هو يراني كذلك. الناس ما يروني إني كذا، يروني متكبر. ليش؟ لأنه راسل معي وما رديت عليه أو قلت له روح في الجروبات، فهو يفكرني من يوم سار الرجال هذا في الشركة ما عاد يرد علينا كذا. أيضا نظرة عقله وأيضا المعرفة. ليش أنت تشوفني متواضع وشوفك متواضع؟ لأني عايش معك، فأنت عارف زحمة الناس والأعداد اللي تواصل والجروبات وثلاثة وثمانية ألف عضو، فعاذرني أني متواضع وأن عندي وقت أرتب وأني كذا. لكن الشخص الجديد مش عارف، فأنا أعذره حتى لو أساء فيني الظن. هو لسه يفكرنا الوحيد اللي قاعد يريد أجوب عليه، فأنا أقول له تعال للجروب، أضيفه للجروب، ردوا عليك الناس كله موجودين، في قادة موجودين يعني جاهزين، يعني من ضمن القائد عمر الله يبارك فيه الحداد موجود معنا ليل نهار وقادة كثير. فيقول لك يا أخي أنت الكبر، أعوذ بالله من الكبر، وبدأ يدعي فنصبر على بعض. لكن جزاك الله خير، هذه الترتيب اللي قاعد هذه أريد أوصلها لكل الأخوة. في بعض الأخوة يجوا الله يجزيهم الخير، فاجئوني من المطار، السلام عليكم إحنا في المطار نشتي نقابلك. فقل لهم الله يبارك فيك انا عندي اعمال كثيره وعندي، ليش ما رتبت علينا؟ في ظن احيانا كذا ان والله لو جيت عندنا باذن الله نرحب فيك. الترتيب مهم جدا. انا قريت عن الشيخ بن باز، سبحان الله كان من الناس المرتبين والمنظمين رحمه الله عليه رحمه واسعه، كان موازن بين العلم ولقاءات الناس العامه وبين الارحام، كان مرتب. مرتب مثلا في الشهر الاخر كل جمعه من كل شهر يتواصل مع ارحامه. لو يجي اي واحد من اي دوله يشتي قابل يقول لك على العين والراس، يشتي وقت خاص، كم تشتي؟ يوم نص يوم بس. يكلم السكرتير اللي جابه المرتب له كذا، حدد له في اليوم الذي هو فاضي فيه فيجي في اليوم هذا. فالترتيب هذا يخدمنا يا اخوان، نخدمكم انها والله بالعكس نسعد بكل الاخوه، لكن نرتب من قبل. لان احتشي كمال يكلمني قلت لازم تقول لي متى والتاريخ كذا، ولاني عندي اشياء كثيره بفضل الله والحمد لله واحد مشغول في الخير، فما يزعلوا منه الاخوه اللي يزعلوا منه. طيب الله يبارك فيكم. قبل الختام أو أريد أقول لكم شيء يا أخوة عن البداية. أنتم دائما تكلموا البداية وكيف بدايتنا. من ضمن الأشياء الذي أكلمكم أن أنتم الآن بداية عدد، هذا فضل الله عليكم أن أنتم جعلكم واختاركم الوجوه المبتسمة هذه، الله يجزيكم الخير كلكم. بداية أيضا لمشروع جديد، وهو مشروع أن الناس يجوا مثلكم كفريق للتشخيص الحدقي. فأنتم أول الناس الآن اللي يحضروا كدورة، في ناس حضروا ماليزيا كثير لكن للرحلات للقاءات للاحتفالات، لكن أنتم أول ناس يحضروا كدورة تشخيص حدقي ودورة تدريب بشكل كبير. فأنتم نموذج نجاح وأنتم الأوائل. فهذه الحلقات تؤرخ لكم، كل واحد يخزنها في اليوتيوب حقها اللي اتفقنا كل واحد إن شاء الله يكون عنده قناة. ولا تتوقعوا أنها ولا نريد إن شاء الله أنها المرة الجاية تجيوا بعدد. هذا نموذج الأخ مراد جاء الحالة، والآن كم فريق أخونا فرص صحنا تأخر الله يبارك فيه الأخ الحبيب، لكن الآن المرة الجاية بيكون عنده عائلته الدكاترة وما شاء الله المعين الشاب هذا الحلو يعني معك إن شاء الله تفيدونا وتضمونا الدكاترة كلهم، ونرسل رسائل الدكاترة في العالم. هؤلاء الدكاترة اسمعوهم يا شباب، وكثيرا الحمد لله معنا دكاترة. يعني مش أنتم اللي بدأوا، هي طبيعة الحياة. أول ما خلق الله آدم وحواء كم كانوا؟ اثنين.
الآن كم مليار؟ ليمس ويغن يعني نسأل الله أن يصلح شأنه ويهديه لدين الله عز وجل. بدأ في دي اكس ان كانوا يضحكوا عليه وكان معروف قال في كدح. كيف معروف؟ بالسيارة حقه، كان عنده السيارة مكسرة، في من كثرة رايح جاي على الغابات والبحث كانوا يقولوا هذا ليمس ويغن. ليش؟ اللي يسمع السيارة مكسرة والصوت حقها مزعج، الشكمة تطططططط بالغابات يبحث. الآن كم راح كم ملايين